أما هلا مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الأخيرة لليوم اللي نحكي فيها عن الرياضة. الرياضة حياة، يمكن الرياضة شيء كتير مهم كلياتنا لازم نقوم فيه، لكن كلياتنا مشغولين نوعا ما بضغوطات الحياة بالشغل، بنقعد لساعات طويلة، لكن ممارسة الرياضة بشكل مستمر إلى آثار إيجابية على جسمنا وصحتنا، وخصوصا الناس اللي ممكن يكون عندها سرطان الثدي أو ممكن حدا من العيلة في حالة لسرطان الثدي. كيف رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع مدربة اللياقة البدنية وبناء الأجسام غيداء إبراهيم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير كوتش، أهلا وسهلا فيك. اليوم توعية كثير كبيرة لسرطان، وخاصة سرطان الثدي عند السيدات. كثير من نسمع قد الرياضة مهمة ممكن تحمينا من الإصابة بهذا النوع من السرطان، بنفس الوقت ممكن تساهم بالعلاج. شو مدى صحة هذا الشيء كوتش؟ هلا دائما مثل ما حكيت نور، كلياتنا بنعرف انه الرياضه صارت عامل اساسي بحياتنا. نحن كان في عندنا ثقافه قديمه تبع انه بس لما هي رفاهيه الرياضه كانت، صحيح. يعني او للاشخاص اللي معهم وقت. لا، نحن فينا ننظم حياتنا بشكل دائم، انه نحن ننزل لو نص ساعه باليوم، 10 دقائق باليوم ممكن يكونوا كافيات في حال انا ما عندي وقت كافي اني العب رياضه. فهي لا، شيء كثير اساسي ومهم، يعني ان كان مشان وقايه من مرض السرطان وان كان كعلاج. يعني في دراسات كثير عم تثبت انه ممارسه التمارين الرياضيه بشكل يومي عم تساهم بنسبه كثير كبيره بالعلاج من مرضى سرطان الثدي. يعني فلا، لازم نحن يعني نحاول نعمل عامل وقايه، مثلا خير من قنطار علاج مثل ما بيقولوا. فنحن نحاول لا ندخل الرياضه بنظامنا اليومي قبل ما نمرض، وحتى لو كان في مرض نحاول نحن انه نمارس النشاط اليومي مشان يساهم بالعلاج. خلينا نحكي، يمكن قلنا ببداية حديثنا الرياضة مهمة لو بنقدر نمرق ربع ساعة أو نص ساعة خلال النهار، لكن الرياضات وأنواع الرياضات تختلف. لما نقول يعني في دائما نستشير بعض الاختصاصيين الرياضيين بيقول لك مثلا تقريبا 40 دقيقة، 70. فينا نقول لا رياضة قاسية، 70 بالأسبوع، 70 دقيقة رياضة قاسية و 140 دقيقة معتدلة. كيف فينا نقسمهم؟ هلا الرياضة القاسية اللي هي بتعتمد على نظام الهيت فينا نقول، أو نظام التاباتا، نظام الجري القاسي، هدول مثلا ممكن نحن نعملها 3 مرات بالأسبوع، 20 دقيقة ل 25 دقيقة، بيطلعوا تقريبا 70 دقيقة بالأسبوع. بس الأفضل هو الرياضة المعتدلة اللي هي تمارين المشي السريع صباحا كل يوم مثلا لمدة تقريبا مثل ما عم تقولي 140 دقيقة. نحن بنقسمهم كمان بيطلع تقريبا إذا بدنا نعمل كل يوم 20 ل 25 دقيقة، هيدي أفضل. غير المشي ممكن نعمل الجري الهرولي البسيط الخفيف، ممكن نعمل تمارين اليوغا الصباحية كتير مفيدة وكتير مهمة للأشخاص اللي ما نوم منصابين، للأشخاص المصابين كمان. يعني في دراسات كتير أثبتت أنه تمارين اليوغا أو تمارين الاسترخاء والتنفس بتساعد كتير على العلاج من مرض السرطان. استقرار نفسي نوعا ما تماما، لأنه يعني بتفرغ الجسم من الطاقة السلبية، من الستريس، من القلق، من التوتر. فهي نحن أغلب الأمراض اللي عم تصيبنا نفسية 90%، وفينا نقول شوي في عامل وراثي بالموضوع. فنحن لما تكون امراضنا نفسيه نحن كيف حنعالجها؟ عن طريق نعالج نفسيا يعني. فنحن لا، الرياضه لحالها هي اكبر عامل ترفع الطاقه الايجابيه. تماما ترفع الطاقه الايجابيه، بتفرغ الطاقه السلبيه. ف بهي الطريقه فينا نحن نضل نحافظ شوي على الوقايه من المرض. في حال صار المرض مثل ما حكينا بنحاول نثبت على اليوغا، تمارين الاسترخاء، هدول اكثر رياضتين اثبتوا، يعني في دراسات اثبتت انه عم تساهم بالعلاج من مرض السرطان. فبنحاول نحن نضل ماشيين بهذا النظام. كوتش، يمكن مو بس مرض السرطان، بنشوف اوقات كبار بالسن رجال او حتى سيدات عم يمارسوا الرياضه يمكن بهدوء مثل ما عم نقول نحن شوي شوي، بس مواظبين على هذا الشيء. هي الرياضه الهادئه مثل ما بنقول، الرياضه البسيطه، قد ايه بتساهم اليوم يمكن بحل يمكن امراض كثيره ومساعده في علاج كبير لكبار السن سواء من السيدات او حتى الرجال؟ صحيح، مثل ما عم تحكي انت، يعني هي في لها عوامل كثير مهمه الرياضه بغنى عن الامراض، الله يبعدنا عن الامراض جميعا يعني، بس هي للمفاصل، للصحه القلبيه والاوعيه والشرايين، للصحه النفسيه في حال كان في حدا عنده ضغوطات بالعمل بالحياه، كلياتنا عندنا ضغوطات يعني. فهي بتساهم بحل كل هاي المشاكل يعني. فلا كثير منيح انه حتى لو رياضه خفيفه افضل من اني انا ما اعمل شيء ابدا. لو 10 دقائق كل يوم مثل ما حكينا، ال10 دقائق هدول كثير في لهم عامل ايجابي على جسمنا.
فبنحاول احنا يعني ما بياخذوا من وقتنا شيء هنن على دول العشر دقائق. 10 دقائق قد ما انهم مهمين على قد ما بنقدر احنا فعلا نمرقهم، بنقدر احنا نمشيهم خلال نهارنا يعني. فلا بنحاول قد ما كان انه ندخلهم بحياتنا. بس شو الوقت المناسب اللي بتنصحي فيه كوتش؟ قد ايه المده؟ هلا المده انا يعني برايي الشخصي يفترض او يفضل مو تحت العشرين دقيقه، من العشرين دقيقه لثلاثين دقيقه. ويفضل يكون صباحا اذا الاشخاص اللي معهم وقت صباحا، لانه جسمك كله بصير نشيط يعني، بتبلش نهارك بنشاط بطريقه صحيه، تخلصتي شوي من الستريس اللي انت اخذتيه مثلا من قبل بيوم. فكتير ضروريه الرياضه الصباحيه. الاشخاص اللي ما بيقدروا ممكن المساء كمان شغله نص ساعه مشي مثلا منيحه، اذا ما بدهم يسجلوا جيم. اذا مسجلين جيم مثلا ساعه هي كافيه، لساعه وربع ماكسيموم اذا جيم حديد يعني عم نحكي. كلاسات الكلاس مثلا مو تحت النص ساعه، مده اي كلاس ممكن نعمله. فهيك يعني. طيب يعني في كثير من الناس ما فيها تروح على النادي او تسجل بنادي، مثل ما قلتي هي بتستغل وقت لتلعب في رياضه وقتها لانه بتكون مضغوطه عندها شغل كثير. فنحن عم نحكي انه لو فينا نمرق 20 يوم خلال 20 دقيقه خلال اليوم، ودائما نقول هي رياضه المشي هي الاسهل والاسرع والمتوفره. طب شو التمارين البسيطه اللي ممكن يقوم فيها الشخص؟ يعني انا معي ربع ساعه بالبيت اكيد ما راح اقوم انزل على النادي، بدي استغلها ببعض التمارين البسيطه الرياضيه. ممكن اعمل تمارين بسيطه بالبيت اللي هي اول شيء بعمل شويه احماء. دائما نحن بننوه انه الاحماء كثير اساسي وضروري. يعني اذا تمارين منزليه من مده 3 دقائق لمده 5 دقائق منيح الاحماء بيكون. بعدين بعمل شويه رياضه مثلا تمارين سويديه، ممكن تمارين تعتمد على البادي ويت على وزن الجسم مقاومه، هدول كافيات لهم 3 ساعه بيكونوا. بنعمل 3 او 4 تمارين، كل تمرين بنعمله كذا مجموعه، بنركز على نظام المجموعات. افضل ما اني انا اعمل مجموعه واحده او تمرين واحد. تماما، لانه تمرين واحد مثلا مجموعات كثير ارهقتي العضله، او مجموعه واحده تمارين كثير ما لحقت الزاويه تاخذ حقها. فنحن بنحاول نعمل 3 تمارين 3 مجموعات مثلا. رياضه مثل ما حكينا تمارين المقاومه اللي بتعتمد على وزن الجسم، ممكن في اشخاص بتحب الرقص. الرقص كثير منيح وكثير حلو، بحرك كثير عضلات الجسم تماما، وكثير كثير بيعطي طاقه ايجابيه للجسم يعني. فحتى لو الرقص يعني شقد بسيطه القصه، اني انا احط شويه اغاني هيك بالبيت اقعد شوي لحالي 10 دقائق، كثير إلى فائدة حلوة على نفسيتنا وعلى صحتنا الجسدية. هدول الرياضات اللي ممكن أعملها بالمنزل. يوغا ممكن أعملها بالمنزل كمان لمدة 20 دقيقة، حلوين كثير باليوم. هدول إنه الرياضات المنزلية. أما غير هيك بقى بدنا نتجه للجيم أو بدنا نتجه للكلاسات مثل ما حكينا، أو المشي برا يعني. كوتشيش في اختلاف شوي بوجهات النظر أو بالآراء. بعض الناس يمكن بيقولوا إنه نحنا نأخذ وجبة غدا نرتاح شوي نلعب رياضة هي كثير منيحة. البعض الثاني بيقول لا، بعد ما نعمل الرياضه يمكن بوقت معين لازم ناخذ احنا وجبه. شو الصح بهذا الموضوع؟ هلا هو الدراسات كمان كثير عم تختلف من فتره لفتره. في فتره عم تصير في دراسات جديده عم تلغي شيء قديم، عم تعمل شيء جديد. نحن المهم انه يكون في، اذا بدك تاكلي قبل التمرين يكون في مده لحتى تكون ريحت المعده وهضمت كمنطقيا. نحن عم نحكي تكوني هضمتي لحتى تقدري تقومي بنشاطك اللي بدك تعمليه. لانه اذا كان انت ما لك ربع ساعه اكله حتلعبي تمرينك، فراح يصير في نوع من الغثيان الدوخه راح يضايقك الاكل. فلازم يكون في تقريب الساعتين قبل التمرين. بعد التمرين هون بقى صار اللغط يعني، انه في عالم بتقول بدك ساعتين بعد التمرين، في عالم لا لا، هي مده نص ساعه لساعه كافيات. اكثر من هيك بقى بصير في جوع، بصير انا بدي اطلب بدي اخذ كميه اكبر من اللي انا باخذها بالشكل اليومي او بالشكل العادي. وشرب المي كوتش كمان بيقولوا انه نحن قد ما بنقدر نشرب مي ونحن عم نتمرن. بعض الثاني بيقول لا، هذا ممكن يعمل تعب على الكلاوي كمان. شو الصح بهذا الموضوع؟ شرب المي كثير اساسي وكثير ضروري، بس الاشخاص اللي عندهم رياضات قاسيه، اللي عندهم جري، اللي عندهم كلاسات مثل الايروبكس مثل التاباتا، في كثير تمارين بتعتمد على الطاقه وعلى الجهد العالي. هدول ممكن تضايقنا المي اذا نحن عم نشرب كثير اثناء التمرين. اما مثلا برياضه الحديد لا، لازم يشرب كثير مي هو عم يتمرن. فالمي هي اساسيه، بس نحن نعرف امتى عم ناخذ المي. مثلا بالتمارين اللي فيها جهد عالي باخذ رشفات يعني، رشفه صغيره من المي كل شوي، بس اني طري حلقي يعني طري معدتي بس. اما الاشخاص اللي عم يلعبوا حديد لا، بحاجه لمي اكثر اثناء التمرين. وخلال يومنا ما فينا يعني نحكي كمان قديش لازم نشرب مي خلال اليوم. صحيح. أكيد بالختام بدنا نشكرك الكوتش غيداء إبراهيم، مدربة لياقة بدنية وبناء أجسام، على كل المواضيع والنقط المهمة الأساسية اللي حكينا عنها. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا كثير لك كوتش، وأتمنى لك بقية النهار. شكرا لكم، يسعد صباحكم.